مع حضراتكم للمنتخب البرازيلي، والاكيد طبعا ناس كتير قوي متوقعين ان هو هيكون الفايز باللقب مونديال 2022. ويمكن هنتكلم النهارده عن جابرييل خاسس مهاجم منتخب البرازيل المهدد بالغياب لمده 3 شهور بعد استبعاده من كاس العالم، وده بعد ما تعرض لاصابه في مباراه البرازيل امام الكاميرون عشان يتاكد غيابه عن باقي مباريات بطوله كاس العالم. كانت المباراه دي هي المباراه الاولى اللي بيبداها خاسس في كاس العالم بعد مشاركه كبديل قصاد صربيا وسويسرا. وكشفت صحيفة الديلي ميل نقلا طبعا عن تقرير برازيلي ان اصابة خاسس بتبدو اسوأ مما كان يتوقع الطاقم الطبي، وقال كمان التقرير ان خاسس مهدد بالغياب عن الارسنال لغاية شهر مارس على الاقل.